مساء الخير ومرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية. يسعدني اليوم أن نلتقي حول موضوع هام. هذا الموضوع نتيجة جهود قام بها فرق من الباحثين في مكتبة الإسكندرية. مركز دراسة الخطوط والكتابة له باع كبير في موضوعات مختلفة متخصصة بالخطوط بأنواعها، ولا نذكر فقط الخط العربي ولكن الخطوط بأنواعها، وخصوصا كتاب تاريخ كتابة في العالم المترجم عن الفرنسية والذي حصل على جائزة هامة، وأيضا منذ ذلك الكتاب إلى أحدث كتاب وهو رحلة الكتابة في مصر. وبين كل هذه النشاطات والمؤتمرات أقام هذا الفريق من الشباب على إيجاد أول دورية من نوعها اسمها أبجديات، وأرجو أنكم جميعا شفتوها يعني الدورية دي، لأن فيها جهود كبيرة جدا. إنما من وراء الستار عملوا الشباب دول، اشتغلوا في المضمون بتاعهم مع فريق متميز جدا في مكتبة الإسكندرية، وهو فريق تكنولوجيا المعلومات، أستاذ دكتور مجدي ناجي والحاضر الغائب معنا الدكتورة نهى عدلي وفريق العاملين معهما. الحقيقة ساندوا فريق مركز الخطوط في تكوين موقع، مكتبة، بوابة، سميها زي ما تسميها، ولكن في مجملها هي الحقيقة عملية رائعة لقضية النقوش. النقوش عم تتواجد في أغلب الوقت، الواحد بيحب يشوف الشكل الأصلي بتاعها، وبيبقى صعب إنه يقدر يبحث عليها بصورة تتمشى مع العصر الرقمي اللي احنا عايشين فيه. دكتور مجدي والفريق بتاعه الحقيقة وجدوا وسائل إنهم يطوعوا حتى التعامل مع النقوش في صورة رقمية، بحيث أن الباحث يقدر يصل إلى كنز زاخر من الأمثلة بتاعت النقوش المختلفة في عبر الإنترنت عن طريق الكمبيوتر المعاصر. هي طبعا ده موضوع شيق، أنا كنت أحب أقعد معاكم كثيرا، ولكن أنا هضطر أستأذنكم بعد شوية، فهطلب من زميلي العزيز الدكتور مجدي ناجي أن يقول كلمة كليمة زي ما بيقول عليها صديقنا الدكتور يوسف زيدان في المخطوطات، يقول كليمة كلمة صغيرة، وبعدين هنسلم العملية للزميل العزيز الدكتور خالد عزب اللي انتوا كلكم طبعا عارفينه، واللي قام بتوجيه فريق العمل الذي عمل على المضمون. إنما نحب أيضا نسمع كلمة من دكتور مجدي ناجي. قبل هذا عايز أؤكد برضو على حاجة تانية، وهي إن إذا كنا النهاردة نفتتح هذا العمل معكم، فهذا في تراث وتقليد أرسته مكتبة الإسكندرية لما عرف بالافتتاح التجريبي. واللي منكم عندهم ذاكرة دلوقتي نظرون ذاكرة طويلة لأن فات عليها 7 سنوات قبل افتتاح مكتبة الإسكندرية الرسمي سنة 2002، تم افتتاحها افتتاح تجريبي سنة 2001. وسئلت وقتها ليه بتعملوا افتتاح تجريبي، فكتبت حتى مقالة ونشرت في الجرايد إن إذا كان الغرض من هذه المؤسسة إنها تخدم العلماء والباحثين وطلاب العلم والجمهور في مصر،
فمهم ان احنا اول حاجة نعملها نفتتح افتتاح تجريبي ونعرف منهم ايه اهتماماتهم وانتقاداتهم على هذا العمل، بحيث ان احنا لا لما نصلح الامور ولما نيجي نفتتح الافتتاح الرسمي يبقى فيه استجابة حقيقية، ويكون المستعملين او المستفيدين من هذا العمل شاركوا في صياغته بالصورة النهائية بحيث أن يقدم لهم أحسن الخدمات. فبنفس هذا المنهج ذكرني صديقي الدكتور خالد عزب وقال لي طب ما نعمل افتتاح تجريبي للنقوش ونشوف لمدة كم شهر كده، طبعا رمضان جاي كل سنة طيبين، فتقعدوا كده تسلوا صيامكم على النت وتشوفوا وتبعتوا لنا ايميلات بملاحظاتكم، وبعدين مع الدكتور مجدي والدكتورة نهى والفريق بتاعهم في الاي تي والدكتور خالد والفريق بتاعه هناخد الملاحظات دي ونصيغها صياغة كويسة، ونيجي بقى في الخريف لما الناس بتتواجد بقى في كثرة ان شاء الله نعمل الافتتاح الرسمي لهذا، فهو هيبقى مفتوح وموجود عشانكم عشان نستفيد من مشاركتكم معنا في هذا العمل. الحقيقة أنا عايز أحيي الزملاء في مركز الخطوط وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات على مجهوداتهم في هذا العمل وعلى أيضا الإنجاز، لأن أنا أظن هتوافقوني لما تشوفوه أنه فعلا يمثل إنجاز هام حتى في صورته التجريبية نفعها يمثل إنجاز هام، وأرجو أن أنتوا ولا إيه رأي مش إنجاز هام برضو ولا إيه إنجاز هام، وإن شاء الله بتعليقاتكم هيبقى في أحسن هيئة وأحسن منظر لما نيجي نفتتح رسمي بعد شهور قليلة بإذن الله. فدكتور مجدي ناجي، تفضل دكتور مجدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، سادنا طبعا تشرفكم عندنا في مكتبة اسكندرية، و هنحاول نقدم لكم المرة دي في الافتتاح التجريبي عمل مشترك ما بين إدارة تكنولوجيا المعلومات والمجموعة الكاملة اللي بيشتغل معاها دكتور خالد. هي ده مش أول مشروع نشتغل فيه مع بعض، اشتغلنا في مشاريع كتيرة وطبعا أبرزهم تاريخ مصر المعاصر مودرن ميموري بإيجيبت، ويمكن المشروع ده مش زي مودرن ميموري بإيجيبت، الكونتنت بتاعته ما هيش بنفس الحجم، لكن في رأيي الأهمية العلمية اللي موجودة تحتيه عالية جدا الحقيقة، والفضل بتاع الجزئية ده يعود أساسا لفريق العمل برئاسة الدكتور خالد، لأن أهم حاجة في عمل زي كده المحتوى أجيبه وأجيبه إزاي وأصنفه إزاي، و احنا اللي بالكتير الدور اللي بنقوم بيه كإدارة تكنولوجيا المعلومات هي الكونتنت اللي عندنا ده، المحتوى اللي عندنا ده انا احاول اعرضه ازاي بصورة تسهل على المتصفح انه يقرأ من على النت او ياخد اكتر معلومات في اقصر وقت ممكن بالنسبة له على الانترنت. التصنيف بتاعه كلاسيفيكيشن عامة والاندكسينج ده الدور اللي احنا بنقوم بيه، لكن المحتوى ولم المحتوى ووضع الميتا ديتا بتاعت المحتوى الفريق العمل بتاع الدكتور خالد الحقيقة مشكورا أتمه وفي رأيي أنا على أكمل وجه. لكن الافتتاح التجريبي دايما بيقول لنا إيه هي الحاجات اللي احنا نسيناها في التنفيذ الأولاني الامبليمنتيشن الأولاني ونحاول نتدركها في الامبليمنتيشن تاني أو فيرجن نمرة 2 بحيث يطلع ان شاء الله عمل كويس من ناحيتين، من ناحية التقنية اللي احنا بنعملها اللي هي بتاعت الجزء بتاع الاي سي تي، ومن ناحية التقنية اللي بيعملها الدكتور خالد اللي هو المحتوى نفسه. وشكرا يا ابني. شكرا استاذ دكتور مجدي ناجي، والحقيقة يشرفني ان اطلب من استاذ دكتور شاهين تفضل معانا على المنصة. لا اتفضل ما ينفعش، لان انا عايز معلش اصل في الصعاب بنتجه للناس الكبار، فكده
مفاجأة نطلب من الأستاذ الدكتور أن يتواجد معنا وأنه هيعلق ويدينا وجهة نظره على ما يقدم. تفضل حضرتك. تفضل معنا. لا توسط يا دكتور. لا من فضلك توسط. خد المكان الوسط. شكرا لك. الأخوات والإخوة، أنا هعتذر لكم واستأذن منكم لأن عندي حدثين تانيين لازم أروحهم النهاردة بالليل، وده جزء من نشاط مكتبة اسكندرية أن تتواجد فيه حاجات كتيرة شغالة في نفس الوقت. وأغلب الوقت الناس تقول إزاي يبقى في مكتبة اسكندرية ودكتور إسماعيل مش موجود فيه، ده هو زعلان مننا ولا ايه؟ قلت له مش زعلان ولا حاجه، بس هو التوارد في الحاجات تتواجد في نفس الوقت. فطبعا انا حرصت ان اكون معاكم في هذا الافتتاح، واسلم الان الى الزميل الدكتور خالد عزب، واستاذنكم في اني هروح للجلسه الاخرى. فتفضل دكتور خالد. شكرا. انا شرفني ان انا ادعو الزميله عزه عزت اللي كانت مسؤوله عن الفريق الاساسي لادخال النقوش ومراجعتها علميا لعرض المكتبه الرقميه على الجمهور. فلتتفضل. يسعدني وشرفني النهاردة عزة عزت رئيس وحدة البحوث والنشر بمركز الخطوط، وكنت المسؤولة عن مكتبة رقمية للنقوش والخطوط تحت فريق عمل. بصراحة ما عملتش ده لوحدي، فكان على رأسنا دكتور خالد عزب، وكان معايا جروب كبير ساعدني في المركز في إدخال مجموعة هذه النقوش ومراجعتها. فالنهاردة بنعلن بإطلاق المشروع المكتبة الرقمية، وهعلن لحضراتكم دلوقتي الويب سايت ازاي تم تصميمه بطريقة سهلة وميسرة جدا عشان يتمكن جميع الطلبة والباحثين والمتخصصين والاثريين للدخول على هذا الموقع بمنتهى السهولة واليسر، والبحث عن كافة النقوش اللي هم بيدوروا عليها. فهنبدأ دلوقتي. الموقع موجود طبعا بداخل موقع مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية. ده صورة الموقع. زي ما حضراتكم شايفين الصفحة الرئيسية المين بيج بيبقى فيها نبذة عن مشروع المكتبة الرقمية للنقوش، اللي هي الصفحة الرئيسية. بنبدأ أول حاجة مجموعة النقوش اللي تم اختيارها في المكتبة الرقمية. كمرحلة ابتدائية لهذا المشروع تم الاتفاق على اختيار 4 لغات أساسية: اللغة المصرية القديمة واللغة العربية واللغة الفارسية واللغة التركية بالخطوط التي تندرج تحت كل لغة. واخترنا في العنصر الأخير الأخرى، ودي بتحتوي على مجموعة من الخطوط وسوف يتم زيادتها في المرحلة المقبلة. نبدأ بأول حاجة اللي هي اللغة المصرية القديمة. بندي في الصفحة الرئيسية لها نبذة عن اللغة المصرية القديمة والخطوط الموجودة التي تندرج تحت هذه اللغة، وهي الخط الهيروغليفي والخط الديموطيقي والخط الهيراطيقي وأخيرا الخط القبطي. بنبدأ نعرض الأثار الموجودة. يعني دي صفحة، هي احنا عندنا عدد كبير من الصفحات، وصل 72 صفحة. لو نختار مثلا، هنختار مسلة الملكة حتشبسوت. دي المين بيج أو الصفحة الرئيسية اللي بتبقى موجودة، بتحتوي على صورة للمسلة، البيانات الأساسية بتاعتنا، مثلا مادة الصنع، النوع، نوع الخط، مكان العثور على هذه المسلة، ارتفاعها، الحقبة الزمنية التي تعود إليها هذه المسلة. دي بتبقى الصفحة الرئيسية الموجودة في كل أثر. بنعرض مجموعة الصور، في إمكانية تكبير للصور بالشكل ده.
ونقدر برضو نتعرف على النقوش الموجودة على هذا الأثر. طبعا المسلة بيبقى ممكن يبقى ليها كذا وجه، فتم تقسيمهم، بيبقى عندنا الوجه الشمالي والوجه الشرقي والوجه الغربي والوجه الجنوبي. بيبقى الدلالة الصوتية الترانسليتريشن بتبقى موجودة، والترجمة الموجودة أيضا بتتم وضعها. بيانات أخرى، وصف عام للمسلة بشكل مبسط أو ملاحظات عامة بنحب نضيفها، وطبعا لازم بنشير للنشر العلمي أو المرجع اللي احنا رجعنا له لعرض هذه المسلة. نرجع تاني ونختار النقوش العربية. احنا واخدين مثل عشان وقت حضراتكم، بنعرض مثل عن كل لغة. فاللغة العربية أو اخترنا من ضمن النقوش العربية برضو في زي نبذة عن هذه المجموعة. بنعرض الأثار، هنختار نقوش جدار القبلة بجامع البوصيري. طبعا مركز الخطوط انفرد بنشر كتاب يعتبر من أروع إصدارات مركز الخطوط، جامع البوصيري، وفعلا احنا برضو انفردنا بإدخاله بالكامل بصوره الواضحة جدا بداخل المكتبة الرقمية. فدي البيانات الأساسية أو الرئيسية للنقش. مجموعة الصور اللي موجودة، بنقدر برضو نكبر الصورة ونرجع تاني للنقوش اللي موجودة على الأثر. ده نقوش جدار القبلة الموجود بجامع البوصيري. النقوش الموجودة في عندنا بيبقى كذا نقش. الأولاني اللي هو نقوش المستطيل الذي يعلو المحراب، وموجود الترجمة بتاعته. المستطيل الثاني أعلى المحراب برضو موجود. نقوش إفريز المحراب موجود. نقوش المستطيل الواقع يسار المحراب، وكل واحد بالصورة بتظهر قدامه، وفي إمكانية تكبير كل صورة قدام النقش. ونقوش حنية المحراب، وبرضو بيبقى فيه البيانات الأخرى، بيبقى فيه وصف والملاحظات، وبرضو بنشير للمرجع العلمي اللي احنا رجعنا له. نخش على النقوش الفارسية، برضو بيبقى فيه نبذة عن هذه النقوش أو هذه المجموعة. بنعرض الأثار بشكل عشوائي، اخترنا بيت من قصيدة حب اللي هي موجودة في متحف الفن الإسلامي بماليزيا. برضو البيانات الرئيسية بتاعتها. بنعرض الصور، أكبر الصورة، ونقدر برضو نعرض النقوش الموجودة على الأثر، الدلالة الصوتية بتاعتها بالفارسي، والترجمة موجودة تحت، وبيانات أخرى برضو، الوصف والملاحظات والنشر العلمي. النقوش التركية برضو نفس الستايل، بنعرض الأثار. حبيت أختار لكم النهاردة نقش لوحة تذكارية بمطبعة بولاء، لأن برضو كانت من أهم الأثار الموجودة بنعتبرها في المكتبة الرقمية. ومجموعة الصور بنكبرها، والنقوش الموجودة فيها، الدلالة الصوتية والترجمة بتاعتها، وبرضو البيانات، الوصف بتاع هذه اللوحة وملاحظات عامة عنها، والمرجع بيشار إليه في النهاية. نقوش الأخرى، احنا تم وضع مجموعة من الخطوط تحت الايكون ده او تحت بعنوان نقوش اخرى، على ان يتم انفصالها في مرحلة لاحقة، لان زي ما حضراتكم عارفين مشروع تجريبي، فلسه كم النقوش احنا مرحلة ابتدائية، بدأنا ب 1500 نقش على ان يتم زيادتها. فكل ما النقوش دي هتزيد هيتم وجودها يعني بشكل منفصل. ففي النقوش الأخرى موجود الخط اليوناني والخط النبطي والخط السمودي والخط المسند. لو هنعرض أثر عن كل واحد، نقش سمودي بنفس الطريقة، مجموعة الصور والنقوش الموجودة عليها، الدلالة الصوتية والترجمة، والبيانات برضو موجودة. لو هنختار نقش مسند ومجموعة الصور، إمكانية تكبيره والنقوش والوصف والملاحظات. نختار نقش نبطي والصورة، النقوش عليها، الدلالة الصوتية برضو والترجمة والبيانات. طبعا لو هنشير لنص يوناني، طبعا ما فيش أهم من النص اليوناني لحجر رشيد، تم إدخاله بالكامل في المكتبة الرقمية. مجموعة الصور والنقوش، الدلالة الصوتية باليوناني وتحتها الترجمة، والبيانات الأخرى اللي هي الوصف والملاحظات والنشر العلمي.
برضو المكتبة الرقمية سهلت للباحثين فكرة البحث. لو حد عايز يدور على حاجة معينة بداخل المكتبة الرقمية، زي مثلا هندور على عتب سيتي الأول وهنضغط على بحث، هيطلع لي الأثار اللي وردت بيها كلمة عتب أو سيتي أو الأول. نفس الحكاية زي ما حضرتك شايفين، أدي الأثرين اللي داخلين فيهم هذه الألفاظ. لو هنعمل سيرش مثلا في نقوش العربية، في عندنا إمكانية البحث مثلا المتقدم، يعني لو أنا أعرف مور ديتيلز مثلا عن الأثر فأقدر أعمل بحث متقدم، وعندي ليست أقدر أملاها من اسم الأثر، اسم الشهرة، الرقم أو نوع الخط، مكان الحفظ، لو أنا عارفة مثلا الأثر ده موجود فين ممكن أعمل سيرش عنه، مكان العثور عليه، الشخص الذي عثر عليه، المنشئ، مادة الصنع مثلا لو حاجة من الرخام ممكن أعمل سيرش رخام يطلع لي كل الأثار الموجودة بالرخام أو الحقبة الزمنية. لو أنا مثلا قدرت أشوف جامع البوصيري ممكن من هنا أقدر أضغط عليه وأعمل بحث، هيطلع لي كل النقوش اللي موجودة في جامع البوصيري. شكرا لك. أنا بدعو الدكتور علاء شاهين يعلق لنا على المشروع ويمكن يدلنا حاجة جديدة نضيفها في المرحلة اللاحقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا طبعا كنت جاي أضيف، مش بفترض أن أكون متحدث ليكم في هذه الأمسية الطيبة، بناء على الدعوة الكريمة من الدكتور خالد برغم أنه جاي من مصر، بس طبعا سعيد أن حضرت هذا الافتتاح التجريبي. المشروع يمكن بقاله فترة، أنا من حسن الحظ عشان كده بسرعة جانبا كلمت الدكتور خالد، شاركنا في يمكن اجتماعين أو ثلاثة لوضع يعني الهيكلية للعناصر الرئيسية اللي احنا الدكتور مجدي ما شاء الله عليه وفريق العمل بعد كده طورها. ايه الداتا الأساسية اللي احنا عاوزينها في النقش؟ لأن النقوش القديمة صعبة، عاوزة متخصص، وفي نفس الوقت احنا بنقدم علم مبسط للمطلع العادي عشان يخش على الموقع بتاع المكتبة. هو يفترض ان هو البحث الأكاديمي هتفيده كصورة ملونة كمادة أساسية بعض المراجل الحديثة، لكن أنا عاوز القارئ العادي يقدر يبص على الموقع ويطلع عليه ويستفيد. فبالفعل أنا شايف الشكل اللي شفته النهاردة في العرض رقمي، لغاية ما أرجع النهاردة إن شاء الله في البيت أبدأ برضه أخش زيكم وأبدأ أشوف إيه الحاجات الجميلة الموجودة، وده كويس. لكن إيه الحاجات التانية اللي إحنا عاوزينها إن شاء الله تعالى تكون أكمل؟ طبعا الكمال لله وحده. النقوش كنز المعلومات، يعني دائما احنا في علم الاثار نقول عند النص والصوره، فالنص اللي هو الاركايفال دوكيومنتد او داتا هي الاساس بالنسبه لينا. طبعا فاضل فيه نصوص كثيره جدا، فاضل فيه لغات كثيره جدا، لان منطقتنا منطقه الشرق الادنى القديم هي منطقه تلاقي حضارات. مصر في حد ذاتها، صحراء مصر الشرقيه، لو نبص على منطقه وادي الحمامات هي كنز من الخطوط العربيه القديمه. يعني نجد كل أشكال الخطوط الموجودة على ضفتي البحر الأحمر موجودة في هذا المكان. منطقة ثانية وادي مكتب في سيناء، أيضا كنز من الخطوط المختلفة من النقوش من لغات مختلفة أيضا. ده أيضا ممكن لو قدرنا نقدر نجمع بعض الأشياء منه ونطرحها. بدون شك هو جهد مشكور للزملاء في مركز الخطوط والدكتور خالد وفريق العمل اللي كمل هذا المشروع في مرحلته الأولية، وزملائنا الأعزاء في مجال التكنولوجيا. بدون شك هو ده المجال الطيب، وهو ده نقل العلم من الورق إلى الشاشة الضوئية. شكرا لكم، وأتمنى إن شاء الله تعالى تستمتعوا بهذه التجربة الطيبة ونقيمها قريبا تكون أكمل وأجود وأفضل لصالح البحث العلمي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دكتور علاء، لكن الشكر حقيقة للشباب الباحثين، الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مكتبة اسكندرية. حقيقة الأمر هم الشباب، هم اللي اشتغلوا، هم اللي عملوا، ولم يكن لنا من دور سوى تيسير الموضوع بصورة تجعلهم يعملوا مع بعض وينتجوا في النهاية هذا المشروع. فشكرا لهم جميعا وشكرا لكم، ونتقابل مرة أخرى في مشروع آخر إن شاء الله. شكرا لكم.